لكن هذول ممكن يجي يتابع لك بتاع الفروم، ممكن يتابع لك بتاع الفروم. عشان كده اللي بيطلع من هناك انت ما بتتابعه، لكن انت بتتابع بتاع الفروم المسكين ده اللي بيترك له في 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 عيد بتاع حي. صحيح جريمه، لكن انت ذاك اللي بيشيل له صدر ذاك اللي بيمشي يودي اريتريا، واللي بيمشي يودي افريقيا الوسطى، واللي بيمشي يودي تشاد، واللي بيمشي يودي وين 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 والجنوب وكده، ذاك انت ما متابعه ليه؟ ما هي ده السؤال هنا. طبعا مرادف له، طبعا ده الناس اللي حتى مسيطرين ومسيروا الدوله، صحيح هيدعمونا فتره الاعتصام، بس ما بيعني انك انت هتدعم بالمقابل القاتل ده. انت بتدعم ولكن برضه ما خارج اطار المحاسبه، انت بتدعم في اطار محدد، ذاك انت اطار انت بتعمله من نفسك، انت عايز تدعم من نفسك. ما مرتبط بانك انت لو اخليت بالنظام العام ده او القانون العام ده انك انت محاسب. بغض النظر انت منو، مو القانون ده ما بيمشي كده وكده، بيمشي قلنا اخواننا 180 درجه. طيب وبالمقابل الدولار. طيب احنا اي دول عارفنا دوله ما منتجه، وبالتالي احنا دوله ما منتجه معناها هنعتمد على اي حاجه في الاستيراد. طيب اي حاجه من الثوره ده ما بنستورد بالجنيه السوداني، هنستورد بالدولار. يبقى احنا معناها شنو؟ عايشين بالدولار، احنا هنصرف بالدولار لانه احنا هنجيب اي حاجه من برا، احنا ما عندنا اي اكتفاء ذاتي في اي حاجه، حتى الطماطم ما عندنا اكتفاء ذاتي فيها، بالتالي هنعتمد على الدولار. طيب نحن عارفين انه الليله الاموال بتاعه الاعمال الغير مشروعه اللي هو بتسموه غسيل الاموال، والاموال المنهوبه من الشعب السوداني الليله قاعده تطلع من خارج السودان بشكله الدولار، وده عارفين الناس، عارفين منو هم الناس اللي قاعدين يبيعوا الدولار ده. واللي بيقول لك يا اخي بغض النظر هو بكم، انا داير دولار ما يعادل مليار، ما يعادل 10 مليار، معروفين الناس دي منو، ومعروفين القروش دي ذاتها مصادرها بتيجي كيف، فيها منهوب وفيها بتاع غسيل الاموال بتاع مخدرات وبتاع واو واو، ده كله معروف، معروف للجهاز النظاميه كمواحد مركزيه اجهزه امنيه، عارفين منو اللي عنده الحاجات دي، وعارفين منو اللي بيجي يشتري الحاجات دي وباي سيره، والقروش دي قاعده تطلع بره، الدولار ده بيتباع بيطلع بره، يعني بيشتروه وبيطلع بره، عارفين الازمه دي. يعني ماشي ل 108 لانه دول بيجي بيقول لك يا اخي في السوق، هو ده الناس المسيطرين على سعر الدولار اليومي، بيمشي بيضرب على التاجر ده والتاجر ده والتاجر ده، معروفين، لا المواطن العادي معروف، خليك من السلطات الامنيه كويس؟ اللي كان بس يعني رجالتهم كده وشجاعتهم وذكائهم انه بس يدخلوا لهم دول سياسه عشان يوزع بيان، لكن دي لا، يعني دي بتقتل الناس دي وبتقتل الاطفال دي لعدم دواء او غذاء او كده وكده وكده، هم ما عندهم بيع التفكير الكثير ده او ما هاجر بالنسبه لهم، وده تاثير الامن القومي ذاته بيتبنى على شغله الامني والاقتصاد، يعني ده الامن القومي السوداني. يلا ديل معروفين فلان وفلان وفلان، يعني انت ما عندك السلطه تحمي لجنه بتاعت تحقيق في اكبر مجزره حصلت هسه في سنه 2019، ولا عندك الامكانيه بتاعت انك انت برضه تحمي عناصر يعني امن مشي وفلان 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 وفلان. يبقى دي الحاجة الثانية. يبقى المسائل دي برضو بترجع للسؤال الوطني المحدد ده، في انه ليه الحكومة دي بالرغم من الدعم اللي لاقيها من الشعب السوداني ممكن تغير بأي حاجة. بالمناسبة أقوى سلطة هي، لأنها هي سلطة الشعب، هي اللي دعمت من خلال أي مواطن سوداني، بالتالي هي أقوى من العسكر يا إخوان، هي أقوى من العسكر، والعسكر ده صنعت منه؟ صنعت النظام البايت، النظام البايت وين؟ صدق، صدقته منه؟ صدقته الناس دي اللي بيدعموك أنت الحكومة الانتقالية. يبقى أنت إذا أنت متردد ومتحير شوية كده في مثال إنك أنت تتخذ القرارات دي، يبقى ده الضعف اللي قمت شنو؟ بتتركب عليه الخيمة كلها بتاعت الانهيار الليلة اللي احنا قاعدين نشوفه. العسكر بغض النظر الجانب العسكري ده هو بياخذ الأدفانتج بتاعه، يعني كل ما يلقى مساحة يستغلها، وطبعا بيتحرك في اتجاهه، والآن هو المسيطر على المشهد. وأنا أديكم مثل قريب إنه يعني يا ابو وعد تحياتي لك، مساء النور. يعني انه اديكم مثل يعني بسيط، قبل اسبوعين كان في المشكله بتاعت اللقاء بتاع مثلا البرهان مع نتنياهو في اوغندا والكلام ده وكده 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 وكده، في وفد دي حقيقه يا اخواننا، وفد مشى من الحريه والتغيير، عشان اوريك دي كمان دي في جانب ثاني، مشوا قاعد مع البرهاني، البرهاني يا اخي ده ما من مهامك. طبعا لسه في الكلمه بتاعت الشراكه دي كانت خليت بين قوسين كده، هي المساله بتاعت الدغدغه، الدغدغه بتاعت العواطف الوطنيه وكده، شراكه وما شراكه بتاع العسكر، ما الناس ما شريكين في الحاجه دي، لجنه امنيه يا اخوان، اللجنه الامنيه عندها مهام محدده، الناس ممكن ترتضيها لكن بخطوات محسوبه جدا،
يعني حتى انك انت ما تدي امل انه شنو يعني اللي ما يعني ما يحدث لنا الان هم جزء منه كبير جدا لان هم خلقين حمايه للصف بتاع الثوره المضاده ما خلقين حمايه للثوره بيقولوا هم شركاء فيها وبالتالي انت بتشوف ما يحدث الليله في الدولار معروفين التجار معروفين ديل الناس اللي خلقين الازمه دي كلها الدقيق والحاجات دي معروفين مش لاولاد البرير ديل ومش لاولاد حجار ومش معروفين الازمه دي كلها معروفه ومحصوره يا اخواننا كلها ازمه السودان محصوره في 15 نفر اضيف لهم بعد كده اللجنه الامنيه ده كله مشكلتنا واضحه اي ذول عارفه الذول البسيطه الماشي في الشارع ده عارف مشكلتنا شنو الذول ذاك ماشي خلينا من حتى نحن نتكلم عن دول محرشات محرشات ما لنا لاقي مدخل عبر الناس ديل انت لو قطعت الخيط ده محرشات حتى يكون مدخل شنو معانا بشكل بسيط ما سؤال ده سؤال مش وطني في 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 جانبه العام وبس لا في جانبه الشغل ذات السياده والامن وكذا والاقتصادي كله مربوط مع بعض طيب يعني حريه التغيير ده وفد ماشي قاعد لابسين عينهم كده امامك وقاعد مع برهان وقالوا له يا اخي الكلام ده يعني ما صحيح الخطوه اللي عملتها دي لان دي خطوه بتاعت السياسه الخارجيه بتاعت الدوله ويا اخي في 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 سلطه تنفيذيه مذوله من الملفات ده الملفات الخارجيه وكده والمسائل دي ما بتمشي كده يعني قال لهم ها قالوا له يا اخي الكلام ده المفروض تتراجع عنه لانه يعني ما قانوني ما 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 بيلتزم لينا بالوثيقه ما بيلتزم بالشراكه وهم لسه عندهم فهم الشراكه بتاعت الضغط بين قوسين دي وكده 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 قال لهم خلاص الشراكه اللي بيناتنا دي فضه بكل سهوله عمامك شالوا التضغط ومشوا ما عندهم اكثر من كده يقولوا دي حاله الضعف المركبه فينا ليه؟ لانه هم خارج اطار الغرار هم خارج اطار الغرار يعني حتى الحكومه الانتقاليه دي يا اخواننا اديكم معلومه خدتها في راسنا الحكومه الانتقاليه دي هي خارج اطار الغرار نفسها يا اخواننا ما يدير شؤون السودان ما يضرنا بالثوره المضاده خلينا من الكلمه الكبيره بتاعت الدوله العميقه الموجوده داخل المؤسسات والمنظمات المعروفين معروفين معروفين يعني يعني انت ليه مسائل التردد في اتخاذ القرارات يعني انا بديك مثال بسيط في سنه 90 في سنه 90 في سنه 90 وانا شاهد على الكلام ده انه طلعت لسه كده في لحظه بتاعت دقيقه بامضاء من النظام لفترة التمكين بتاعه شالوا 2000 معلم بس في ولاية الخرطوم 2000 معلم بكلمة كده والوقت ذاك المعلمين أصلا في حالة بتاعت مخطئ المدارس كلها شغالة بمنات متعاونة معاها في الأحياء كده يجيبوا ذول خلص الثاني العالي يكون متعاون كده الفترة دي شالوا 2000 شالوا لصالح العام ليه قالوا دي فترة التمكين أن إحنا عشان نصحح المسائل دي الناس الغير مؤهلة لها بتشغل النايب وبالمناسبة عندنا أكثر من 150 ألف خريج اللي هي العطالة في السودان هم دي اللي غادوا الثورة دي كويس انت ما يعني ما قادر تشيل الناس دي ما قادر تشيل لك 2000 كده ده بقرار واحد شنو التردد في شنو يعني ما هم ناس ما مؤهلين للحاجة دي ما لقوا الوظائف دي بشكلها القومي العادل كده ما لقوا الحاجات دي وفقا للشعار المرفوع بتاع حرية وسلام وعدالة وانه ما في زول احسن من زول الا بالتأهيل يعني شنو التردد ليه يعني مثلا يعني ده انا بديك موقف بس بتاع معلمين بس شوف ده عصب حياة جيل كامل انت بتصف منه 2000 معلم في دقيقة بخطاب لما الأستاذ محجوب بدوي وزير التربية الوقت ذاك لأنه ذو كان نغابي في فترة الديمقراطية وكده بتاع كان وزير التربية كان جابوا الخيطان ده وزير التربية في ذاك هنا قبل ما يكتشفهم بحقيقتهم وجابوا له القرار ده قال لهم ما بمضى عليهم ما بمضى عليهم وينو المعلم ذاته أقوم أشيل منه 2000 معناه المدارس أنا أقفل المدارس تقول لي طلع غرار ألغي حاجة ما تعليم في السودان لكن ما تقولوا ليت مثلا شيل الاثنين ده شالوه وعذبوه ودوه بيت الاجباح وحصل ما حصل ده 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 ده, ده نموذج ليه هم كان عندهم القدره على اتخاذ القرار بدون تردد ونحن اصحاب الراس ذاته والحق والشعب السوداني كله ورانا ما قادرين نتخذ قرار ليه نحن مترددين ليه نحن ضعاف ليه نحن ضعاف طيب حتيجي تقول لي يا اخي المثال القانوني طب المثال القانوني وين هي الوثيقه السوريه هي ما في وثيقه السوريه اللغه لغيه يعني احنا زمان كنا نقول بنعتمد عليها لكن هي لغيه حقيقه لانه الوثيقه الدستوريه ما قامت بايجاد ما 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 هي لانه بقول لك مبدا المحاسبه هسه احنا ما عندنا مبدا محاسبه ده هم مرتكز في اي ديمقراطيه يا اخوان في العالم ده بتعتمد على مبدا المحاسبه يعني احنا ما عندنا مبدا محاسبه بدليل انه ما عندنا مجلس تشريعي الوثيقه الدستوريه في الفقره ولا الماده بتاعتها 24 دي هي الجهة الوحيدة اللي بتحاسب هي الجهة الوحيدة اللي بتحاسب ده 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 يعني ده 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 كلام يعني وانا انا ممكن يعني ارجع لكم في حتة اساسية دي اديكم منها جزء والله ما اعرف ما عشان ما اقدر اطيل اوكي
لكن انا ممكن اديكم كان كلام ذاتهم حول الوثيقه الدستوريه الفقره 24 المجلس التشريعي هو الجهه الوحيده اللي بتحاسب وبتراقب وكده بتشرع. هي ما موجوده، يبقى اصلا ما في مبدا محاسبه، ما في مبدا محاسبه، يلا الامور ماشيه كده يعني. لكن انت اصلا هي الوثيقه دي انت يعني حركتها بدليل انك انت يعني ما شغال بها، يعني انت ما ملتزم بها، يعني المجلس السيادي هو مجلس تشريعي، لا اصبح حتى في سلطه تنفيذيه. اصبح هو رئيس دوله مش رئيس مجلس سيادي تشريفي، البرهان حتى بيعتبر نفسه رئيس دوله وبيتعامل كرئيس دوله. يبقى الليله دي ازمتنا. الخارجيه يعني شكرا بعد العناء والتعب، وانا بشكر ما بشكر وزاره الخارجيه يا اخوان صراحه، لانه انا ملم بتفاصيل العمل ده والناس اللي قايمين بيه والناس اللي قدموا اللسه دي بتاعت وزاره الخارجيه تم طلعت لنا امبارح اللي صدقوها يا دوب وطلعوها، دي المفروض كانت تصدق من قبل شهر. بشكر الناس انا بعرفهم يعني بعرف منهم مجموعه كبيره جدا بالنيم. الناس ساهموا في صياغه الورقه بتاعت الناس اللي تم تعيينهم بشكل المحاباه والموالاه والتمكين بتاع النظام الفاعل. الى الان برضه لسه دي ناقصه وعايزه ملحق يعني. في ياسر محمد علي لسه قاعد في تنزانيا سفير. في مبارك محجوب اللي كان عينوه ناطق رسمي والناس قامت وقعدت فيه وشالوه ولسه قاعد سفير. في كمال بشير لسه قاعد سفير. وده كلهم خريجين الهند وتاني معاهم واحد، ده خشوا السودان وعينوا بدون معينات، بدون معينات. ده كلهم انا بقول في اسمائهم دي. الان لا زالوا موجودين رغم يعني يبقى انه القائمه ذاتها محتاجه ملحق. لكن انه الخطوه اللي قاموا بها الناس بتاعين العمل في الشغل ده تحديدا الناس الخارج وجهزوا لسه كل السفارات دي ملانه 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 من مسائل التمكين دي محتاجه للتنظيف. عندنا من الكفاءات عندنا اكثر من 150 الف خريج هم الناس اللي قاموا بالثوره دي، ديل هم جديرين ومؤهلين انه يحلوا محل هنا بالتنافس الشريف يعني، ما بتخش معينات وبعد كده تكون فيهم بيمشي في الاتجاه ده الشكل الطبيعي بدون تردد في القرارات وضعف في استكمال مهام ثوره وعدم تنفيذ قانون وخايفين من اي حاجه وما عندنا سلطه هنا وما عندنا سلطه هنا والمسائل بتمشي فقدت ايدها. ده بيكون بيودينا للسؤال الكبير، هل الحريه والتغيير بمحاور الخمسه دي هل لغايه الان هي بتمثل قياده للثوره ووجودها مهم ومؤثر؟ ده ما سؤال. الليل انت ما انت لازم تخش في مرحله المعادله الوطنيه الحقيقيه. ما انت في انجاز استكمال مهام ثوره. للاسف الشديد نحن قاعدين نسترجع او قاعدين نرجع لورا. طيب في السؤال ده ذاته انه ليه؟ هل هل هل, هل لا زالت الحريه والتغيير بتحالفات العريضه الخمسه دي بتمثل قياده للشارع؟ بتمثل قياده للثوره؟ هل لا زالت هي بتاثر في القرار السياسي؟ هل لا زالت هي من يعين ويصل ويعمل الحاجات دي؟ والاجابه ببساطه جدا حريه التغيير خارج الحلبة نهايه ما عندها علاقه. يعني ما اشوف اي يقول لك والله لجنه التمكين ويطلع لك فيها اثنين حزبين وثلاثه. هم ذاتهم ما جدوا من القرارات يا اخوان، ما جدوا من القرارات. عشان نوريكم حالة الاختطاف كبيرة جدا، حالة الاختطاف على مستوى الدولة. مش على مستوى الثورة على مستوى الدولة يا اخوان. يبقى انت الليلة دي اذله كلها خدتها قدامك، اللي بيحصل قدامك ده الشغل الاراكوزات ده اللي وراه منو؟ طيب، ما سؤال وطني عريض كبير، يعني منشأة عريض جدا، اللي ورا المواضيع دي منو طيب؟ هل هي المجموعه بتاعت التسعه اشخاص اللي ما عندهم علاقه بالثوره دي اللي بيسيرين الحكومه الانتقاليه حاليا اللي قاعدين بس في مكتبنا الوسع؟ هل بس هي دي المجموعه دي؟ في مجموعه ثانيه في الخارج؟ هل هي بتمثل حاله بتاعت ربط ما بين الخارج والداخل؟ اقصد محور الشرق تحديدا مع 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 مع, مع الحكومه الانتقاليه؟ والله هم اصلا مربط مع مع مع, مع اللجنه الامنيه. مع هنا ما في اسئله من الداخل كثيره جدا. وهل لا زال التجار بيلعبوا التجار الطفوليين اللي يعني انتفخوا من دماء الشعب السوداني ده وكده، هل لا زالوا هم بيأثروا في القرار السياسي؟ نعم. دي حقيقة. لكن الحرية والتغيير عشان الناس بيقول لك يعني ودي نجحوا فيها بذكاء جدا اللي نجحت فيها اللجنة الأمنية والجروب اللي وراهم ده بتاع الوساب ده وفشلوا فيها في الحرية والتغيير بأحزابهم الكثيرة دي. ليه؟ لان اصلا هي احزاب خلفيتها ما منسجمه وخلفيتها ما قامت وحدت المشروع بتاع الثوره. يعني اتت بخلفيتها اي دول ما طلع جلابيته دي وقام لبس جلابيه الثوره، لا لابسين جلاليبه. وبالتالي خشت المسائل بتاعت المحافظات وشفناها كثير. دي قامت خلقت اصلا هو اصلا المشروع في ذاكرته
المشروع اصلا هو مشروع نغيط، يعني تحالف بتاع تناقضات، تحالف اتى من خلفيه انه ما في مانع انه نتعايش مع النظام ونكون جزء منه، سمي بالهبوط الناعم. وتحالف اخر ما بيؤمن بوجود النظام اصلا، لابد من اضغاطه ومحاسبته بالشكل الكامل. ده الاثنين ده نغيط، الكلام ده نغيط، لكن يتوجد في التحالف. لما يتوجد في التحالف ما قاموا خلقوا منه تحالف جديد يخرج من اطار العبايتين القدام ديلا اليمين والشمال، لا قاموا بعده بعباياتهم دي، لكن ما قاموا طلعوهم لبسوا الجلابيه بتاعت الثوره وقالوا اخواننا عندنا مهام عندنا استكمال، ما دام اصلا الشارع ده اصلا صابغنا في خطواته ومتقدم علينا بوعيه وقام اضغط النظام ده ان احنا نقوم نمثل له قياده حقيقيه ونقوم القياده دي تكون بتمثل نلبس الجلابيه بتاعت الثوره ونتعامل مع الحاجه دي بشكل القومي الكامل ده حتى انه ننجز مهام هذه الثوره ونكمل مهام. بالتالي لا هم خشوا بالجلابيه بندق، وبالتالي بنلقى انه ما يحدث الان كغراءه بسيطه له، وده بكون سؤال عريض جدا في انه الليله الحريه والتغيير اصبح درجه تاثيرها ضعيف جدا. هو ما بنحمل لهم مسؤوليه ما يجري الان كاحداث سياسيه عشان الناس تكون فاهمه الحته دي، لكن هم بنحملهم المسؤوليه كامله كقوه حريه والتغيير. ده ما بيعني انه ان احنا بنستغني عن وجودهم تماما، لكن ان احنا بنستغني عن ضعفهم تماما. دي حقيقه الحته دي. يلا بالمقابل لها تجمع المهنيين فصيل مؤثر جدا داخل الحريه والتغيير، وهو الحلف رقم 4 في داخلها كان له تاثير كبير وعظيم. كل الدعم اللي كان موجه داخل الثوره هو كان لتجمع المهنيين. الليله كل الدعم بتاع تجمع المهنيين ده اتحول وانسحب للحكومه الانتقاليه. الليله تجمع المهنيين هل اصبح له تاثيره اللي كان بيقول للناس اطلعوا انزلوا اقعدوا قوموا والناس لبيك لبيك، هل هو بنفس القدر ذاك؟ هل هو بنفس القوة ذاك؟ هل بنفس الضخم ذاك؟ هل هو قيادة حقيقية للثورة؟ السؤال عريض جدا ووطن. الناس راجع نشوف آخر ثلاثة دعوات طلعت من تجمع المهنيين الاستجابة بتاعتها كان شنو؟ ده سؤال عريض الناس برضو، لأنه سؤال وطني حقيقي الناس برضو تحاول تجاوب عليه. يلا في سؤال ثاني، هل يا أخواننا الثورة دي ما في دول بيختلف في انه العمود الفقري بتاعها والشاسيه بتاعها تماما والقلب بتاعها النابض هو الشارع، والشارع ده تمثل في حاله في حركه بتاع التنظيم غير عاديه، وقامت افراد الاثنين حاله بتاعت وعي فوق لطاقه الناس انها تتخيلها او تتوقعها او تعيشها، يعني لو ما عايشتها ما بتتصدق. ده كله حصل، ده كان عماد لجان المقاومه. الليله لجان المقاومه دورها هي الحقيقي السؤال العريض، هل لجان المقاومه هي دورها انها تحمي مكتسبات الثوره وتدافع عن 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 استكمال مهامها، ولا هي مهامها اصبحت مهامها بتاعت قوات نظاميه انها تمشي تحرس الافرام وتمشي تساكت ده وتضابط ده؟ ده ما شغلكم، انتوا شغلكم مهام استكمال مهام الثوره، لانه انت مدار المؤسسيه صح؟ انت مدار دوله القانون، انت مدار دوله المواطن، انت مدار دوله العداله، انت مدار دولة السلام. طيب ده انت بتجيبها بالمؤسسات، انت بتمشي بالمؤسسية، انت بتدافع انك تخلق المؤسسية، المؤسسية هي اللي بتقوم بالمهام اللي هسه انت دارين تغلق بها دي. شنو انه الحالة بتاعت التكسير بتاعت الضعف لأكبر قوة صنعت الثورة؟ انتوا لاحظتوا السؤال ليه التارجت بتاع الناس دي بقى متجه تجاه لجان المقاومة في انه ممكن نعينكم ونديكم 300 جنيه بغرات يعني وكده، نفس الشغلانيه بتاعت النظام الفاسد. ده تفكير اللجنه العامليه، نفس التفكير، لان حتى الجروب بتاع التدعه ده انا ما حتكلم عنه، حتى جروب التدعه بتاع الوسط صعب انه يحرك الحكومه وحمدوك واعمل كده واعمل كده وحمدوك ما يقدر يعمل اي حاجه الا ينزل اللون بتاعنا، وذاته في بين قوسين كده اذنه، لانه الاسماء لما تطرح للناس معظم الناس ما بتعرف الاسماء دي، لكن لما ندق لها في الاسماء دي هي حتعرف الحقيقه شنو. من الموضوع لن يتخطى موضوع بتاع الشله بتاعت ناس ما يعني ما يعني ما اوكي ده ما يعني نخش له لانه بيحرق القلب. دي الناس المسيرين هنا يبقى الاسئله كبيره. طيب يلا السؤال الوطني الكبير جدا وانا بعتبره مشروع مهم بكل التفاصيل بتاعته، يعني اين نحن يعني واين الثوره؟